يصح؟ لا ما يصح. وهذا قال عندنا أهل بدع. نعم، وأنا اجتمع في هذا المكان، لا ما يصح. طيب، أيضا تحت الأشجار مثمرة، أماكن اجتماع الناس، أنت تعرف عندنا يعني محطة قطار، محطة الوقوف انتظار، أحيانا حتى لا يكون فيها مظلة، فهذا يحرم لأنه في إذاء. نعم، وقلنا يتحرى مكان رخو لبوله حتى يقطع الوسواس وحتى لا يرتد عليه الرشاش. إن لم يجد مكان رخو، وجد الأماكن كلها صلبة، اسفلت مثلا، يدنو من الأرض وغيره، يستتر وجوبا في الحمامات لا إشكال، أما إذا كان في الفضاء يستتر بشيء، شجرة أو حائط، وإن لم يجد يبعد، ينقطع عن ذكر الله ولا يتكلم بكلام الناس إلا للحاجة، ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله، ولا يدخل بالقرآن بالمصحف إلا عند الضرورة، خاف على الضياع أو خاف أنه يأخذه كافر ويصنع به وأصنع، مفهوم؟ وغيره، يستنجي أو يستجمل أو يجمع بينهما، لا من باب التعبد لكن من باب تخفيف أثر النجاسة بالمناديل مثلا. الاستنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال الحجارة أو المناديل أو الأخشاب أو الأوراق. وعندنا الاستجمار شروط، أن يكون بمباح خرج بهذا ما لو كان بمحرم، صح؟ بمباح، وهذا المباح ينظف، لأن عندنا أشياء ما تنظف أصلا، وعندنا أشياء محترمة، مصحف، جرائد، أي جرائد، لأن فيها لابد اسم الله، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، حتى ما يأكل على الجرائد. إيه نعم، ثلاث، أقل ما يجزئ ثلاث أحجار، أو معلش أنا يعني حتى أوضح الآن، هو يأخذ ثلاث مناديل الآن لإزالة الغائط مثلا أو البول، يستعمل المنديل الأول يرميه، ثم المنديل الثاني، ثم المنديل الثالث، لأن البعض يستخدم نفس المنديل ثلاث مرات، لا، هو مثل ما يستخدم ثلاثة أحجار استخدم ثلاث مناديل. كيف يعرف النقاء؟ الأول الثاني الثالث، إذا رجع الثالث ليس فيه شيء فمعناه أنه حصل النقاء، إن لم يحصل النقاء ماذا يصنع؟ يأخذ الرابع، انقطع يستحب له أن يزيد الخامس حتى يقطع على وتر، مفهوم؟ نعم. كان المنديل مثلا طويل، استعمل من هذا الطرف ثم من هذا الطرف، أو قلنا الحجر كبير له ثلاث شعب، يصح، مفهوم؟ أي نعم. بيده اليسرى، نعم. طيب، فتح الله عليك. هل الآن مثلا في استعمال الماء استنجاء، كيف يعرف النقاء؟ بأن يغلب على ظنه حصول النقاء، مفهوم؟ استعمل الماء، نعم. قلنا له أن يقتصر على الماء أو على الحجارة، وإن جمع
فهو أولى من باب البعد عن يعني لمس النجاسة بيده اليسرى، يخفف من أثر النجاسة بالمناديل أولا، ثم يستعمل الماء، يقتصد ولا يشرف في استعمال الماء. هل لابد من عدد في الغسلات هنا، غسلتين أو ثلاثة أو سبع غسلات أو ست غسلات؟ لا، لأنه لا يوجد اشتراط عدد في إزالة النجاسات إلا في نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. عندنا إشكال بالنسبة للكلاب، حضارة. البعض يقول والله لا أدري يعني عن صحة هذا الكلام، يقول لو استطاع الكلب أن يتكلم في بعض الدول لقال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين. كلاب كانت في القديم تحرس البشر، الآن البشر يحرس الكلاب. نهى عن ثمن الكلب، اليوم الكلب يرث. تموت الأسلف جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. الكلاب أكرمكم الله، عندنا كلب يستخدم في الحراسة، في الصيد، في الرعي، لأنه يحرس الأغنام. اقتناء هذا الكلب جائز، غير هذا محرم. مفهوم؟ طيب، الآن ننظر إلى هذا الأخ. هذا الأخ لديه أغنام، وضع حارس على هذه الأغنام كلب. فالآن مرخص له في اقتناء الكلب، صحيح أم لا؟ أي نعم. إذا ولغ الكلب في إناء هذا ماذا يصنع فيه؟ يغسله سبع مرات ولأنه بالثرم، ما في شك في هذا. لكن عرق الكلب مثلا بالنسبة لهذا الأخ، لأنه أذن له في استعماله، فهذا غير نجس. أما هذا زار هذا الأخ وجاء شيء من عرق الكلب مثلا، أحيانا ترى وانت ماشي يمر يمسح بك الكلب، ايش تصنع في الطريق وانت ماشي؟ صحيح. فتنظر إذا كان يعني لصق بك شيء من شعر الكلب تزيله، وإلا يعني الأصل لم يأتك شيء ولا إشكال فيها. طيب، بقاء الكلاب في البيوت يمنع من دخول الملائكة، فأنت إيش ماذا تصنع؟ يعني تحذر، تنبه بعض الناس وكذا على يعني هذه الأمور. يعني احنا أردنا أن نتكلم بشيء يعني لأنه يكثر يعني فيه السؤال. طيب، ما هي الأشياء النجسة؟ من يعرف؟ إخواننا من يعرف ما هي الأشياء النجسة؟ نجسات، ما هي النجاسات؟ واحد قال أريد أن تلخص لي النجاسات. بسم الله، بول الآدمي وعذرته، يعني البول والغائط بالنسبة لمن؟ للآدمي. من الآدمي؟ إنسان. طيب هذا واحد. بول وروث ما لا يؤكل لحمه، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، السباع، صح، كلاب، خنزير، نعم، الغراب، صحيح. طيب كذلك الميتات كلها نجسة، صح، إلا ميتة البحر
وميتة الجراد. صحيح؟ نعم. وما لا نفس له سائلة. انتهينا من النجاسات الحمد لله. ايش مع ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ يعني إذا ذبح أو قتل لا نفس له سائلة، يعني لا يخرج منه دم يسيل. الآن عندما تذبح الشاة يخرج منها دم يسيل، هذا لها نفس سائلة، صح؟ نعم. الأغنام، ما الدليل؟ الدليل حديث البعوضة، لأن البعوضة ليس لها نفس تسيل. نعم. فما لا نفس له سائلة نجس؟ لا. سقط الذباب الآن هنا عندي في هذا الإناء، فماذا أصنع؟ أغمسها كذا والماء طهور، أشرب منه ولا أشكر، صح؟ إذن مرة أخرى نعيد، من يعيد لي الأشياء النجسة حتى نعرف النجاسات؟ نعم يا أخي. بول الآدمي وعذرته، يعني البول والغائط، تمام. بول وروث، كل بول وروث ما لا يؤكل لحمه، وسوف يأتي معنا في الأطعمة ما الذي لا يؤكل لحمه. السباع مثلا، طيب. نعم، ما ذكرت أنا الدم يا رجل، ما لا نفس له سائلة كالبعوض والذباب، صحيح؟ طيب. والحشرات والميتات كلها نجسة إلا ميتة أول مرة تحضروا معي، ما حد يتكلم أخواننا، هذا يتكلم عندكم. نعم يا أخي. ميتة البحر والجراد نسينا، والآدمي المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، صح؟ يعني الآن عندنا ميت هنا ومسست هذا الميت تنجس؟ لا. نعم اجلس. طيب، أبوال وأرواث الحيوانات، الحيوانات المأكولة، مأكولة اللحم نجسة؟ طاهر. تشرب بول الإبل يصح؟ يصح، دواء في حديث العرانيين. نعم. طيب، ذكرنا صفة الوضوء، يبقى معنا المسح الخفين. عندي سؤال، المسح على الخفين يذكر في كتب العقائد، عجب هذا، كيف؟ نعم يا أخي. لأن هذا شعار لأهل السنة والجماعة، خالفوا فيه الرافضة. نعم، في الرافضة لا يرون المسح على الخفين. ثبت المسح على الخفين بماذا؟ أدلة المسح على الخفين، كتاب سنة وإجماع الأمة، ثبت المسح على الخفين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هؤلاء خالفوا الكتاب والسنة والإجماع. نعم، فتح الله عليك. المسح على الخفين أو ما يلبس عن قدمين، خفين، جوربين، أكرمكم الله، هذا البوتة والجزمة وكذا، طيب، أديداس وكذا، طيب. المسح على الجبيرة والمسح على العمامة، انتبه معي، عندنا هذه أشياء نأخذها الآن هنا. مسح على الخفين ما يغطى به القدم، سواء كانت جوارب أو أكرمكم الله هذه الجزمة مثلا أو البوتة والخفين وكذا، والمسح على الجبيرة، وهذا من باب الفعل، تسمى جبيرة وهي في الحقيقة كسيرة من باب الفعل، والمسح على العمامة،
مفهوم؟ طيب يأتينا هل هذه عمامة أم لا. المسعى الخفين له شروط. الشرط الأول أن تكون طاهرة، والأصل الطهارة.